بسم الله الرحمن الرحيم. أسلم الزبير بن العوام في الثامنة من عمره، وفي رواية أن الزبير بن العوام وهو ابن 12 سنة، سن 12 سنة، سرت إشاعة في مكة، ألا وهي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل. الإشاعة تقول إن رسول الله قد أخذ وقتل، ويسمع الزبير بن العوام هذا الغلام المبارك الذي لم يبلغ 15 من عمره يا سادة، يسمع الإشاعة ويسمع الخبر كأي رجل أو كأي غلام، لكن الزبير رضي الله عنه ليس كأي غلام، يترجم حبه الصادق لحبيب قلبه المصطفى صلى الله عليه وسلم، فيحمل السيف ويشهر السيف، فيكون الزبير رضي الله عنه صاحب أول سيف يشهر في الإسلام، أول رجل أقولها بملء فمي وأنا أعلم أنه في 12، لكنني أقول أول رجل وأول بطل يشهر سيفه في الإسلام هو الزبير بن العوام. يشهر الزبير سيفه ويخرج كالأسد، يريد أن يطمئن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلما رآه أحد من الناس تعجب وقال الغلام معه السيف، يعني يشهر الغلام سيفه، فلقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال ما لك يا زبير. فقال الزبير رضي الله عنه وأرضاه سمعت يا رسول الله أنك أخذت وقتلت. فقال عليه الصلاة والسلام فماذا كنت صانعة، كنت هتعمل إيه؟ فقال الزبير ذلكم الغلام المبارك أتيت أو جئت لأضرب بسيفي من أخذك، فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم ولسيفه، أي بالغلبة والنصر، وكانت دعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم مستجابة، فبارك الله الزبير وبارك الله سيف الزبير. ورأينا من الزبير بن العوام العجب العجاب، اسمع مني هذه، لم يتخلف الزبير عن غزوة واحدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بعد رسول الله، ومنذ أن أسلم الزبير وقد تعرض رضوان الله عليه لما تعرض له المسلمون الأوائل من الأذى والاضطهاد والتعذيب بعدما ظهر خبر الدعوة الجديدة في مكة، لا يعلم كثير من الناس ما لاقاه الزبير بن العوام من إذاء وتعذيب واضطهاد وبلاء، ولما لا يلقى الزبير ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ فلقد تعرض النبي نفسه للأذى والاضطهاد، وضع التراب على رأس المصطفى، ووضعت النجاسة على ظهر المصطفى، وخنق المصطفى على يد عقبة بن أبي معيط حتى كادت أنفاس الحبيب أن تخرج، وجاء الصديق وهو يدفع هذا المجرم الآثم عن رسول الله ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فإذا كان المصطفى وهو من هو صاحب المكانة في قومه وصاحب الوجاهة والشرف، بل وصاحب الهيبة، نعم وصاحب الهيبة، دخل عليه أعرابي يوما فلما نظر إليه المصطفى ارتعد الأعرابي، فالتفت إليه الرحمة المهداة والنعمة المسداة وقال هون عليك يا أخي، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، أي تأكل اللحم المجفف عن طريق الشمس بمكة. فرسول الله مع ما له من مكانة ومع ما له من هيبة إلا أنه تعرض للأذى، فلا تستكثر أن يتعرض الزبير للتعذيب والاضطهاد والإيذاء. لكن هل تتصور
كيف كان يعذب الزبير؟ أعلم أنكم جميعا تعلمون كيف كان يعذب بلال رضوان الله عليه، لكنني أعلم أن كثيرا من الأمة لا يعي ولا يعرف كيفية الطريقة التي كان يعذب بها الزبير بن العوام. كان عمه قد وكل بتعذيبه، فكان يلف الزبير وهو الغلام وهو الصبي الذي لم يبلغ 20 من عمره، كان يلفه عمه في حصير ثم يحرق الحصير على الزبير ويدخن عليه الحصير ليخنق الدخان أنفاس الزبير داخل الحصير، فإذا ما صرخ الزبير حرقه عمه بالنار، فإذا ما رفع صوته من شدة الألم والعذاب اقترب منه عمه وقال له اكفر برب محمد أدرأ عنك هذا العذاب، اكفر برب محمد أدرأ عنك هذا العذاب. والزبير يرد بأعلى صوت ويقول لا، لا والله لا أعود للكفر أبدا، لا والله لا أعود للكفر أبدا. درس يعلمه الزبير بن العوام لمن يزعمون الآن نصر الدين مجانا، درس من دروس الثبات، درس من دروس التضحية. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. قال جل وعلا أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله إلى آخر هذه الآيات. فكثير من الناس الآن وكثير من شبابنا وأولادنا يتصور أن حياة التدين رخيصة وأن حقيقة الالتزام بهذا الدين هينة، فإذا حصل المغانم والمكاسب من مال أو جاه أو وجاهة أو شهرة فهو على الطريق يسير مع السائرين، فإن تعرض لمحنة أو لفتنة يسيرة أو لابتلاء هين نكص على عقبيه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. نعم الإيمان ليس كلمة ترددها الألسنة فقط، ولكن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. الإيمان حقيقة كبيرة ومسؤولية عظيمة وأمانة ذات تكاليف جسيمة. هذا هو الزبير بن العوام وهو الغلام الذي لم يبلغ 20 من عمره، يعذبه عمه ويقول له اكفر برب محمد أدرأ عنك هذا العذاب، فيرد الزبير بثقة وبيقين لا والله لا أعود للكفر أبدا، لا والله لا أعود للكفر أبدا. وثبت الله الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه، ولكن اشتد العذاب، اشتد العذاب والاضطهاد، وهنا اضطر الزبير لأن يترك داره وأهله ووطنه ليفر بدينه ليفر بعقيدته. لكن إلى أين؟ إلى أرض الحبشة، من مكة إلى الحبشة. ولماذا الحبشة؟ لأن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، كما قال الصادق صلى الله عليه وسلم وهاجر الزبير إلى الحبشة فهو صاحب الهجرتين والمصلي إلى القبلتين، أما الهجرة الأولى فهي إلى الحبشة وأما الهجرة الثانية فهي إلى المدينة النبوية المطهرة. وتمضي الأيام ويرجع الزبير بن العوام ليشارك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أول غزوة من الغزوات ألا وهي غزوة بدر. يقف الزبير بن العوام في غزوة بدر كأول فارس من الفرسان في الإسلام يشهد المعركة. نعم كان مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فارسان، الأول
الزبير بن العوام على فرس على الميمنة، والثاني المقداد بن الأسود على فرس على الميسرة. وقام الزبير بن العوام يركب فرسه وقد لبس على رأسه لأمة صفراء، أي عمامة صفراء. وستعجبون إذا علمتم أن جبريل عليه السلام قد نزل إلى أرض المعركة بأمر من الله جل وعلا ليقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وليثبت مع الملائكة المؤمنين الصادقين. نزل جبريل بنفس سيما الزبير بن العوام. من حديث عروة ابن الزبير رضي الله عنه قال: كان الزبير بن العوام يلبس لأمة صفراء فنزل جبريل على سيماء الزبير، أي فنزلت وفي رواية فنزلت الملائكة كذلك، نزلت الملائكة على نفس السيمة أي الصفة أو العلامة التي كان عليها الزبير بن العوام. هل سمعتم هذا يا إخوة؟ هل سمعتم ما أقول؟ ينزل جبريل على سيمة الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه ويقاتل الزبير قتال الأبطال قتال الشرفاء حتى يكتب الله عز وجل النصر للنبي صلى الله عليه وسلم وللموحدين معه في معركة من أشرف المعارك التي خاضها التوحيد ضد الشرك وخاضها الإسلام ضد الكفر. وتبرز مكانة الزبير عند الله جل وعلا وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، فيبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببشارتين كريمتين عظيمتين، أنه صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. هؤلاء في الجنة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. فالرسول يبشر الزبير بن العوام بأنه في الجنة من أهل الجنة، وهو لا زال يعيش في دنيا الناس في عالم الأحياء. لكن خذوا أيضا هذه البشرى، ويا لها والله من بشرى، ويا لها والله من منقبة، بشارة والله الذي لا إله غيره لو لم يخرج الزبير من الدنيا إلا بها لكفته شرفا في الدنيا والآخرة. اسمع ماذا قال رسول الله للزبير بن العوام حين عاد بعد المرة الثالثة وقد جاء بالأخبار للبشير النذير والنبي المختار صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين: إن لكل نبي حواريا، وإن حواريي الزبير بن العوام. ومن أهل العلم من قال الحواري الناصر والمؤيد والمعين، كل هذه المعاني تدخل تحت لفظة الحواري. ومنه سمي الحواريون أي أنصار عيسى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال: الحواريون نحن أنصار الله. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فالحواري هو الناصر المؤيد المعين الصفوة الخالص الذي يصطفيه الإنسان لنفسه لسره لمشورته لقربه إلى آخر هذه المعاني. إن لكل نبي حوارية، وإن حواريي الزبير بن العوام. إخواني أسألكم بالله، هل استوعبتم هذه الكلمات؟ هل استطعت أن أوصل لحضراتكم هذه المعاني؟ إن لكل نبي حوارية، وإن حواريي الزبير بن العوام. لا، خذ الأخرى، خذ الأخرى في رواية أخرى في الصحيحين، يقول الزبير بن العوام نفسه، يقول الزبير بن العوام رضوان الله عليه لولده عبد الله. فالحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن الزبير، يقول عبد الله قال لي أبي:
فلما رجعت أي يوم الأحزاب بخبر بني قريظة للنبي صلى الله عليه وسلم، جمع لي رسول الله فقال: فداك أبي وأمي. يا الله، لم يجمع النبي أبويه لأحد من الصحابة إلا لقلة، لسعد ابن أبي وقاص وللزبير بن العوام. يا أخي أنا بقول لحضرتك، مش الزبير اللي بقول للنبي فداك أبي وأمي يا رسول الله، لا، ده الرسول اللي بيقول للزبير فداك أبي وأمي. يا زبير، فداك أبي وأمي. والله يكاد قلبي أن يقفز، والله الرسول يقول للزبير بن العوام فداك أبي وأمي، أتركك لها وأتركها لك، وأرجو أن تعيش معها الليلة. أن يقول المصطفى حبيب الحق سيد الخلق رسول الله للزبير بن العوام فداك أبي وأمي، فداك أبي وأمي. ونحن ورب الكعبة نقولها للزبير: فداك أبي وأمي يا زبير، يا من فداك رسول الله بأبيه وأمه، فداك أبي وأمي. يا من صدقت، يا من عاهدت الله فصدقت، ويا من عاهدت رسول الله فصدقت، يا من عشت صادقا، يا من عشت حميدا، ومت شهيدا سعيدا. إن من أكبر همي ديني، ديون على الزبير بن العوام، فبع ما لنا واقض ديني. اسمع، فبع ما لنا واقض ديني، فإن عجزت، أي فإن عجزت عن سداد الدين، فاستعن عليه مولاي. الله الله يا الله. فإن عجزت فاستعن عليه مولاي. فقال عبد الله: والله ما دريت ماذا أراد. فقلت له: يا أبتي، من مولاك؟ فقال الزبير: الله 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 ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. يقول عبد الله بن الزبير: فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزبير، اقض دينه فيقضيه. يا الله، والله الذي لا إله غيره لو صدقت الله صدقك،